بمجرد أخي أحمد أن يقول الرئيس زيلينسكي بأنه أثناء التفاوض كان يوقع طلب بالانضمام فورا للاتحاد الأوروبي بمقابل الموقف الروسي، الذي يؤكد أنه حسب ما ورد باتصال بين الرئيسين الفرنسي والروسي بأنه لا بد من الاعتراف بأن القرم جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وأيضا لا لعسكرة أوكرانيا. عندما يتم القول صراحة بأن هذه مطالب الجانبين، ثمة تناقض موضوعي بأنه لا يستقيم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتوطئة وتمهيدا للناتو، لن يكون مقبولا على الإطلاق من الجانب الروسي الذي يقول لا لعسكرة أوكرانيا.